اخيرا لقينا حد محترم قوي في الوسط الفني يقدر يقول رساله محترمه لشيرين عبد الوهاب تعالوا اسمعوا الفنانه المحترمه الجميله عبله كامل قالت ايه لشيرين بصراحه هيعجبكم كلامها قوي هتسمعوا كمان تعليقها على دخول والده شيرين المستشفى الناس اللي ما تعرفش حالة والدة شيرين يا جماعة ده راحت المستشفى وحاليا وضعها خطير وحالتها حرجة وده بعد ما بنتها طردتها من البيت هي وحسام هي رايحة لبنتها وتقول لها ليه يا شيرين بترفعي قضية على أخوك ده سندك وظهرك بعد أبوكي قالت لها انتوا ما تعرفوش أنا مين أنا شيرين عبد الوهاب اللي الكل بيعمل حساب أنا أهم نجمة في الوطن العربي الغرور وصلها نفسها من كده وقالت لها اللي هيقف قصادي هرفع عليه قضية بعد ما فضحتوني جايين تفتكروني هي قاعدة دلوقتي في فيلا ابن خال حسام حبيب وطبعا حسام حبيب فرحان قوي بكده وشايف ان هو انتصر على الجميع بس اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد النهاردة هنسمع المحترمة الجميلة اللي بجد بجد ليها عشاقها وكلنا من محبيها ومن هنا بنتمنى ليها الصحة عبلة كامل اللي في ناس كتير بتساند شيرين لكن هي وقفت ضد شيرين وبتقول لها كفايه فضايح يا شيرين عيب قوي اللي انت بتعمليه فين اصولنا وعاداتنا وتقاليدنا واحترامنا لاهلنا ايه اللي وصلك لكل ده المفروض تقدري والدتك اللي هي الجنه تحت رجليها وخلي بالك كما تدين تدان واللي عملتيه بناتك هيعملوه ركزي في كل حاجة بتعمليها الدنيا قصيرة قوي وصدقيني بكرة هتندمي على كل حاجة في حد يطرد والدته في حد يحبس أخوه إيه اللي وصلنا ليه أوعي تفكري إن جمهورك هيفضل وراكي وهيفضل مبسوط باللي بتعمليه لأ في ناس دلوقتي بتنتقدك وفي ناس بتقولك عيب وفي ناس بتقولك مش هنسمعك تاني وبصراحة فعلا شفت ناس كتير بتقول إحنا قفلنا من شيرين إحنا قرفنا احنا زهقنا في واحده تعمل كده في والدتها اه شيرين عملت اكتر من كده يا ترى ده بدافع الحب ولا بدافع اللي هيعرف يجيب لها مخدرات اعتقد ان شيرين عندها القدره لو هي مدمنه بجد تجيب المخدرات لكن حسام مسيطر على عقلها بالكامل هي اصلا اتطلقت من جوزها الاول علشان ما كانش عنده الغيره ما كانش عنده شويه شطه وملح ما كانش يعني مدردح زي ما بيقولوا لكن هي شايفة حسام كده لكن بصراحة اللي بتعمله شرين تستاهل عليه مئة تعليق زي الفنانة المحترمة عبلة كامل دايما ما بنسمعش العبلة كامل تصريحات لكن الوضع مستفز مستفز جدا بصراحة كل شوية تصريحات عن شيرين بدأت واخدة أهلها بالتدريج الناس اللي ما تعرفش حالة والدة شيرين هتلاقوها في الفيديو اللي قبل ده هتشوفوها وهي في المستشفى بعد ما تم نقلها للمستشفى في حالة حرجة جدا طبعا بنتها بتطردها وابنها التاني بيتسجن وفي حيرة ما بين أولادها ومش عارفة هي تعمل إيه وبحجه ان انتوا فضحتوني مع عمرو اديب وقلتوا ان انا كنت قاعده مع حسام بضرب مخدرات، طب ما انت دلوقتي قاعده مع حسام وهو مش جوزك، عارفه ان في ناس هتدخل في التعليقات وتنتقد وانتوا مالكوا ومال شيرين، بالعكس شيرين لها محبينها واحنا بنحبها جدا، بس زعلانين عليها، زعلانين على اللي بيحصل معاها، معقوله يتم السيطره على دماغها بهذا الشكل؟ حتى ان نضال الاحمديه المقربه منها النهاردة هجمتها وقالت لها عيب يا شيرين اللي انت بتعمليه معقولة بتخسري أهلك علشان حسام اللي طلع وأهانك وقال عليكي برضو مع عمر أديب ان انت مدمنة اه على فكرة قال عليها مدمنة وهو سابها علشان بتشرب مخدرات يا ترى ما سمعتش مكالمة حسام حبيب ولا انبهرت قوي بالكلمتين لما قال انا لسه بحبها وممكن قريب قوي نرجع لبعض اهم حاجة عجبتني في الفيديو كله وفي الكلام كله هو كلام المحترمة فعلا كفاية فضايح عبلة كامل نموذج مشرف للممثلة المصرية الأصيلة المحترمة اللي مفيش كتير زيه وحتى أدوارها للأسف بقت قليلة ادعو لها لأنها من فترة كانت بتمر بأزمة صحية ياريت كلكم في التعليقات تنزلوا وتقولوا لها ألف سلامة عليكي ويا رب ترجعي لنا دايما بالسلامة بصراحه انا من محبينها وناس كتير يمكن بتحبها اكتر, أكتر بكتير ربنا يديها الصحه ورايكم في الت...